25% من النساء فوق 50 سنة يعانين من مشكل هشاشة العظام، مرض ينتشر بكثرة هذه الأيام وبات يأخذه الأطباء بعين الاعتبار، خاصة وأن الوقاية من خطورته ممكنة. Actuellement, il y a à peu près 25 à 26% des femmes ménopausées qui font de l'ostéoporose. Donc, c'est vrai. ما كانش عندنا اون ايتود ايبيديميولوجي، ما كناش عارفين. بصح دوكا الناس قد ما راهي تكبر رانا نشوفوا بلا راهم يتكسروا دو بلوز اون بلوس. والمشاكل واش هما؟ المشاكل سي كي يروحوا للسبيطار من ذاك ما كانش بلاصه. ما كانش دوزان. هذا المرض كي توش بلوس لا فام كو لوم ابخي لا مينوبوز ولها خطر كبير سور سورتو ابخي لو شوت رونترين ان هانديكاب سيفير اي بارفوا qui quand elle touche le fémur ou la hanche, c'est une mort certaine après une année. تشخيص الداء والخضوع إلى التأهيل الحركي والوظيفي والتغذية السليمة هي المفاتيح الأساسية لحماية النساء من الكسور الخطيرة التي قد تتعرضن لها بسبب هشاشة العظام. العلاج الطبيعي هادو ما احنا ونسي في لاريدوكاسيون Le but de la prise en charge de l'ostéoporose, il y a la chute. On essaie de prévenir la chute parce qu'une fois une CGAG est ça y est, ce sont les fractures, mais jim sitharik. On essaie de prévenir ça, on renforce les muscles, on a le moulon qui fait la prévention de la chute, principalement la prévention de la chute au bêche-métage. Le mara, après 50 ou 40 ans, il y a chute l'aïvam, l'aïvam taha yifrag. Qui yifrag, il y a doua. كاين اكتويلمون دواء وكاين دي ريجيم يعني كيما نقولوا هيجين دو في يعني انسان كي واحد يلحق 50 60 مور الصلاه تاعو تاع العشاء يتمشى شويه مور العصر يتمشى شويه هذيك المشيه شغل الرياضه تعمر له العظم تاعو وياكل الماكله تاع جدودنا يعني الخضره الفواكه ما يكثرش من هذوك لي برودوي اللي فيهم بزاف الكوليسترول اللي فيهم بزاف الزيت. الوقاية من الأمراض مهما كانت خطورة الداء هو ما ينصح به المختصون، خاصة بالنسبة للعظام التي يمكن الحفاظ على سلامتها باتباع النصائح الضرورية.